أنهينا حلقتنا اللي فاتت على توحدي عالمي إسلامي لأول مرة في عهد عبد الملك بن مروان منذ عهد معاوية بن أبي سفيان. النهاردة هنتكلم عن التحديات اللي واجهتهم بعد التوحيد ده وبعد القضاء على ابن الزبير والمختار الثقفي. لو عايز تعرف إيه حصل تابع معنا. حصل فعلا توحيدي عالمي إسلامي لأول مرة منذ عشرات السنين، ولكن كان فيه ظلم، ولازم نعرف عشان يعني القاعدة دي هنكمل بيها كتير. ظلم يعني خوارج. ظهرت في الفترة دي حركات كتير تبع الخوارج، أشهرهم الخوارج الصفرية والخوارج الأزارقة، ومش هندخل في تفاصيلهم. الصفرية تصدى ليهم المهيب ابن أبي صفرة، والأزارقة تصدى ليهم الحجاج ابن يوسف. حجاج ابن يوسف احنا اخر جزء من الفيلم شفناه هو الراجل كان بيقص في مكة وصرب عبد الله بن الزبير في الحجاز، ولكنه ضايق أهل الحجاز، وخصوصا بعد مثلا ما أساء الصحابي الجليل أنس بن مالك. فعبد الملك بن مروان قرر إن هو يشيله من الحجاز، المنطقة اللي عامل فيها مشاكل والناس مش طايقاه، ويحطه في أكثر بؤرة مشتعية منذ استشهاد الإمام الحسين من عشرات السنين، وهي العراق. العراق في الوقت ده نعم حركة المختار الثقفي انتهت، ولكن كان بيحصل ثورات على بني أمية بشكل مستمر، مرة من الخوارج، مرة من شيعة الإمام علي، ولكن الشاهد أو الحياة العامة إن العراق لم تكن مستقرة. فراح الحجاج بن يوسف وخطب خطبته الشهيرة اللي هي يا أهل العراق والشقاق، خطبة أساء فيها طبعا يا أهل العراق، واستعمل هناك أسلوب شدة يعني أقصى درجتها، وفعلا استطاع أن هو يسيطر على الوضع في العراق ويقمع حركات الخوارج، ولكن كل ده كان كالجم أو كنار تحت الجم، يعني مستنية شعلة. الشعلة دي حصلت مع ثورة مهمة جدا، هي ثورة ابن الأشعث. مين ابن الأشعث؟ واحد رجل عربي كان من قادة بني أمية في بيقاتل في الصغور ناحية بلاد ما وراء النهر وبلاد المناطق اللي كان فيها فتوحات إسلامية. والحجاج بن يوسف حصل بينه وبين الحجاج خلاف، فأعلن التمرد على الحجاج، والناس نصرته، يعني الناس يعني في الوقت ده ما كانتش طايقة الحجاج، فهي هو أي حاجة ضد الحجاج، زي عايم الجليل سعيد بن الجبير وهيقتلوا الحجاج ابن يوسف في آخر حياته. المهم نصر ابن أشعث صار على الحجاج في العراق وهزمه في معارك كتير جدا، لدرجة ان الحجاج استغاث بعبد الملك بن مروان. لحد دلوقتي ابن أشعث ثورته على مين؟ على الحجاج، مش على عبد الملك بن مروان. لدرجة ان عبد الملك بن مروان فكر ان هو يعزل الحجاج، شوف الأثار، يعزل الحجاج بعد كل الخدمات اللي يقدمها لعبد الملك بن مروان ويجعل من ابن أشعث ولي عنده، ولكن رفض. وابن أشعث الانتصارات اللي حققها على الحجاج غرته، وقرر ان هو يعين نفسه الحجاج الظالم، او ما عادش كده خارج على الحجاج بس، ده بقى خارج على الدولة الأموية على الخليفة. ساعتها الناس بدأت تنفض من حوالين ابن أشعث، وحصلت عدة معارك لحد معركة مهمة جدا اسمها معركة دير الجمادر، وينهزم فيها جيش ابن أشعث وبعدها انتحر. ودي كانت نهاية ثورة ابن أشعث، ودي كانت أهم حدث أو أخطر حدث فعلا على الأمويين في فترة الحكم. سيبنا كده من ثورة من الثورات، نيجي بقى لمسألة الفتوحات الإسلامية. احنا أصلا وحدنا دولة من شوية، واحنا دخلنا كعبد الملك بن مروان في معارك مع بني أمية، ثم مع عبد الله بن الزبير وقبل مصعب بن الزبير في العراق، على ان احنا نوحد قطار العالم الإسلامي عشان نرجع نعمل فتوحات زي الأول. وحدناه، هيبقى هنعمل فتوحات؟ بدأت الفتوحات في أواخر عهده على خفيف، يعني جبهة بياد ما وراء النهر وشرق الدولة ما حصلش فيها حاجة تذكر، يعني حاجات بسيطة، ولكن الجبهة الحقيقية اللي كان فيها فتوحات هي جبهة شمال أفريقيا.
شمال أفريقيا إحنا كمسلمين أو في عهد الخلافة الراشدة وبداية عهد بني أمية حقق المسلمين انتصارات كبيرة بقيادة قائد عقبة بن نافع. في أواخر عهد عبد الملك بن مروان استطاع القائد حسان بن النعمان إن هو يسيطر على مدينة قرطاجنة الرومانية وهي مدينة النهاردة في تونس، وإن هو يرجع الفتوحات نوعا ما ناحية الغرب، وإن هو يقضي على الكاهنة دي هي. وقصة الكاهنة دي ممكن إن احنا نحكيها بشكل كامل في حلقة لوحدها يا وانتم طلبتم. المهم الفتوحات رجعت في غرب أو في شمال أفريقيا بحد أي، ومات بعدها عبد الملك ابن مروان، وتولى بعده الوليد ابن عبد الملك عشان يبدأ عصر قوة الدولة الأموية. هو ربيع الدولة الأموية هو عهد بدايته في عهد الوليد ابن عبد الملك، ده إن شاء الله هنتكلم عليه الحلقة الجاية، وهو العهد اللي وصلت فيه الفتوحات من الصين شرقا إلى الأندلس غربا. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم وسلام.